هل ديالا سنية أم أنها تلك المحافظة التي ينحدر منها هادي العامري وتلتقي بها الثارات العشائرية مع جروح الحرب الأهلية التي لم تندمل؟ وهل كركوك عربية أم كردية أم تركمانية؟ أم أنها تلك المدينة العجيبة التي يختلط فيها النفط بالأحقاد؟ تتشابه المدينتان بالغرابة وخلو منصب المحافظ ممن يمثله، فلا يوجد سني يمكن أن يمثل ديالا وبدر تتنفس، أو شيعي وبرتقالها ينزعج. أما الحال في كركوك فهو أكثر تعقيداً بكثير، أكثر مدينتين فيهما إشكال التنوع والاحتراب وخلو المنصب ممن يملأه. محور حلقتنا هذه الليلة، مرحباً بكم.